صح. رجعنا معاكم وهذا الحوار الجميل اللي كنا قاعدين نتناقش فيه عن السيائير وان احنا ثالث دولة على مستوى العالم فيها كولكشن سيائير جميل. فالفريق الكويتي يا ابو عيسى للسيارات القديمة من اكبر الفرق المتخصصة بالسيارات الكلاسيكية والنادرة في الكويت، وهو طبعا فريق يعني غير هادف للربح المادي او مثل ما يقولون منظومته غير ربحية. احنا ترى بادين الحوار قبل لا نبدي معاكم الهواء الامانه، الحديث شيق عن السيارات الكلاسيكيه في الكويت وهوايه كبيره وتحتضن العديد من الشباب الكويتيين المهتمين بهذا المجال، ويعني اهتمام كبير، اهتمام معنوي مادي، ويعني تفاعل جميل قاعد نشوفه في المعارض وفي الاماكن العامه مع الناس، وشون الناس قاعد تصور مع هذه السيارات وتهتم وتسال، واهل السيارات كذلك يعرفون عنها معلومات كثيره، قاعد يزودون فيها الناس، و مو بس بالكويت، من برا الكويت في ناس يجون خصوصي ل او يعني عشان يشوفون هاي السيارات وعلشان يصورون معها. عبد الهاشم اكيد يا عبد الرحمن، والامانه يعني هوايه جميله، هوايه المحركات هوايه رائعه وراقيه جدا جدا جدا، لذلك راح يكونون عندنا ضيوف عزيزين على قلبنا في هذا اللقاء، وراح نتكلم معاهم طبعا الاستاذ ناصر الطريجي رئيس الفريق الكويتي للسيارات القديمه، والاستاذ بدر محمد العتيبي مدير العلاقات العامه للفريق الكويتي للسيارات القديمه. حياكم الله معنا، منوريننا ومشرفينا. النور نوركم، ما قصرتوا. الله يحفظكم، حياكم الله، واحنا سعداء باستضافتكم اليوم، واحنا اكثر، ويعني قاعد نشوف السيارات وما ندري من ملاكها، منو الشباب المهتمين كذي، فانا سعيد اليوم بوجود احد الافرقه المميزه في الكويت، فريق السيارات القديمه في الكويت، ويعني اهتمامكم ينم على هوايه يعني لها تاريخ كبير، ومن زمان من يوم ما طلعت السيارات والناس تحب تجمع السيارات القديمه. اكيد تاريخ هذا اكيد اكيد، فودنا نعرف فكره الفريق واليوم شلون تاسس وشلون يعني جت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفريق الكويتي السيارات القديمه تاسس من 2003، تبع متحف سعود الطريجي، والمتحف يحمل 1,500,000 قطعه، فاحنا حبينا نسوي جزء منه اللي هو السيارات القديمه، فبلشنا بالسيارات القديمه، كان عددنا بسيط 10 اعضاء، فالفكره انه كانت فكره جديده يعني بالسيارات هذه، ان في عندنا كجميع الاعمار، معروف ان السيارات القديمه كانوا بس فقط شياب اللي يسوقونها، لا الفكره الجديده صارت شباب وهم عنصر نسائي، فالحمد لله من 10 سيارات الى صاروا 270 سياره ان اعضاء يعني ومن جميع الاعمار، وكذلك ان فتحنا كثير من الاقسام اللي هي كلاسيك، سبورت، دراج ريسنج، لو رايدر، بيك اب، وسعنا الماني، اوروبي، انجليزي، فحطينا كل هالفئات سميناهم الفريق الكويتي للسيارات القديمه. طبعا احنا نحب السيارات النوادر، والفكره الحلوه ان هالسنه سوينا اللي هو فئه سيارات الافلام اللي هي طلعت بالافلام، الله، دي بي 5 اوستن مال جيمس بوند وغيره من هالامور هذه، باتمان وجوراسيك بارك، نفس الشيء السيارات هذه، فحبينا ان لها عشاق الحين، صارت السيارات القديمه لها يعني إقبالية لما تطلع فيلم، تطلع فيلم أو صحيح. مثلا مسلسل، فصارت لها إقبالية وصار لها محبين شعبية سيارات، قاموا الحين خلاص لو بتلاحظ المسلسلات القديمة غسل الحديثة قاموا يرجعون للسيارات القديمة، لو بتلاحظ الحين السيارات الحديثة قامت تصنع على أشكال القديمة، صحيح، فتلفت النظر يعني. قديمك نديمك لو أكيد. جديدك أغناك أغناك صحيح. بننتقل من هذا البارت وهذا هذه المنطقة الجميلة والحنين الى الماضي وغيره، الشباب معروف عنه نحب السيايير، نحب اي شيء فيه حنه اكزوز، صحيح، انزين شلون على اخواتنا النساء؟ هل هناك خلينا نقول اعضاء من نون النسوه معاكم في الفريق، اخوي محمد ولا اخوي بدر؟ الله يسلمك. نعم بالفعل عندنا اعضاء من العنصر النسائي يمتلكون سيارات نوادر كذلك، ويعني واصله ما شاء الله تبارك الرحمن، تعتبر من السيارات اللي موجوده بالكويت الوحيده اللي بالكويت. ما في منها إيه. عندنا هم عنصر نسائي كذلك من دول من امريكا كذلك مشاركين معنا بالفريق، وعنصر نسائي كثير هم بالتصوير عندنا وتدعمونهم كخواتنا. نعم. محبين نعم. لهذه الهوايه وغيره. صحيح. يعني شيء ممتع، وانا قبل شوي شفنا لقطات يعني كان زي المخرج لو يعيدنا اياها عشان نوريها للمشاهدين، ان في بعض السيارات اللي انا ودي اسالكم عنها لان صدق سيارات مميزه، وانا اللي عرفته ان عندكم سيارات لافلام معروفه، ها إيه ناصر؟ إيه قلت لي قبل شوي عندكم سياره باتمان، ها؟ سياره باتمان الاصليه اللي صوروا فيها الفيلم، اللي صور فيها فيلم إيه؟ عندنا باك اوف فيوتشر، عندنا اللي هو فيلم ستيف كوين ذا بولت، عندنا سيارات مستر بين اللي شارت
عندنا مستر بين صحيح اللي هذه حط لها رموش بعدها في نسميهاحنا الفاني كار يحبون يعني يجملون فيها يسوونها كاستمايز في ناس تحب تغير من الاصل يعني الناس تحب الشغلة هذه إن تلفت النظر السيارة هذه ملفتة للنظر يا سلام سيارة باك تو ذا فيوتشر احتاج اصور فيها أنا. لازم ترجع شباب هذا جيلي هذا احتاج اصور بهالسيارة حتى انا على الجيل اللي احبه يعني واقتنيت السيارة موجودة حاليا عندي إيه. اللي هو نايت رايدر يا سلام اي السيارة تبيعون ناصر ولا مستحيل لا والله بالأمانة يعني شوف الهاوي ما ياك واحد المعرض قال لك والله ابي هالسيارة بشتريها منك كثير يمرون علينا صعبة وايد يمرون علينا تكون عزيزة عليه هو مو كثر قيمة السيارة كثر التعب اللي تعب عليها يعني أخوي بدر عنده من سيارات النوادر يمكن أقول اسمها هي دعاية لأنها تسكرت وكالتها من الخمسينات هي الهايتسن عندها 56 هايتسن 56 فيعني بيقعد شهور على ما يلاقي نكلة فيتعب على ما يقعد بمزادات يدور على القطعة هذه فإذا لقاها أنا عدت ترميمها من جديد ما شاء الله أخوي بدر اللي في بعض خلنا نقول السيريسز من السيارة اللي عليها الشعار مالها الهندي الأحمر قدام صح؟ إيه صحيح هذه جدا نادرة تبارك الله هذه موجودة عندنا بالكويت موجودة إذا شلون تعتنون فيها بدر؟ في عندك بعض الأشخاص يحطونهم بسراديب بعضهم على قولتهم يحطونهم بأماكن متكيف الفقاعة هذه اللي هابين فيها الفقاعة بالفعل صحيح في بعضهم يحطون المظله في اماكن طربال عليها الامور هذه كلها طبعا هذا تخصص خاص يعني شلون تخزن سياره صح يعني مو شيء سهل مو بس ترفعها وتخليها بالجراج لا في ناس تفضي قلن البنزين وناس تشيل التواير وناس ها بالفعل صح انا دائما امشي بالشوارع صراحه احزن على بعض السيارات المهمله صحيح اللي قاعد اشوفها سيارات جميله إيه. يعني لازم إنه يكون يعيد ترميمها من جديد علشان يمشيها بالشارع. ليش ما تقدمون الخدمة حق الناس؟ والله كانت فكرة عندي. ترى مو كل الناس يعرفون يخزنون سيارة. واحد من سيارة قديمة مو عارف قيمتها مثلاً ولا ما يدري إن هذه مثلاً ما في منها كم حبة بالعالم. فممكنكم تعرضون هذه الخدمة للناس اللي والله خلنا لك إياها خلنا نحط لك إياها بالفريق. صحيح. مكلفة ترى. مكلفة على الناس يعني في الناس ما تدفع. هم رحنا مرة أنا ويا أخوي ناصر. مرين في عراقي المادية كنا بنرد سيارة ترميمها من جديد بس لما تقول له إعادة ترميم السيارة بالمبلغ الفلاني يعني يطق بريك يطق بريك يطق بريك قديم أنت بتقط السيارة يعني على قولتك السيارة قديمة مكلفة ترى مو صحيح ناصر مع شهر فبراير يعني أعياد وطنية احتفالات في كل مكان وعندنا مشاركات أكيد لكم في فبراير في العديد من الأماكن أمس كان عندكم مشاركتين صح؟ لا عندنا أمس أكثر كبار خمس مشاركات خمس مشاركات إيه والله إيه؟ يعني مقسمين الفريق أكثر من جهة فالحمد لله عندنا إدارة القادرة على تغطي العدد هذا فبالعكس إن عندنا قبالية في العيد الوطني ما شاء الله يعني لدرجة أقول مكتفيت بالجدول الجدول صار عندي كل يوم تجمع يعني خلاص صار مثل الدوام من الصبح لبالليل عندنا التجمعات فمغطي أمس خمس أماكن فيها لازم أوفر بخمس أماكن ما يصير أحط نوع معين لأن لازم أحط الفئات اللي ذكرتها قبل شوية أساس الناس تمتع أنظارها وتعرف شنو الفرق بين السيارات اللي موجودة يعني صحيح هذا أمس مطر ترى يعني أكيد وسخت سيارات هذا تاريخ هذا تاريخ لازم أنت توصل رسالة إحنا بالأمانة إحنا أول شيء عندنا الأمانة اللي بنوصلها حق الجمهور هذا يعني الأمانة حق الأجيال القادمة فهذه سيارات كان داول فيها أبانا وأجدادنا لازم نعلمهم التاريخ صحيح. القديم شنو الفرق بالسيارات القديمة شنو الفرق بين سيارات حديثة شنو المواصفات ترى بذاك الزمن المواصفات لحد الحين سيارات حديثة موجودة مواصفات هذه فلازم تعلم الجيل القادم فأنت الحين عادي أي الجيل الجديد لما تشوف سيارة قديمة بالشارع يقول هذا سكراب يدوس يمها ويحدها يقول يا عمي هذه قرنبع ما يدري أن السيارة هذه أقلم السيارات الحديثة حلو شنو 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 من المواصفات اللي أنت فاقدها بالسيارات الحديثة وموجودة بالسيارات القديمة يعني الحين أنت كذلك سؤال أخوي بدر يعني ما عندك أنت عندك سيارتك الحين الحديثة هذه الحين أقول لك إياها أنت الحين لما تطلع بتطول على قاني وتقصر وتغير قنوات وين موجود في سماعات فيها سماعات لا فيها ادري وين الايد او السكان السكان احنا لا احنا بالريل غير قنوات العالي والواطي بالريل يمدى وسط البنزين اي الحين واحد 200 واحد 200 بركب السيارة تجرب والله واحد 200 بركب السيارة انتم عندكم ترجعون الكشن وتجدمون لا احنا عندنا سكان يروح للنص
يقعد على راحته يسحب السكران اللي عنده. هم نفس الشيء الكرسي والكرسي اذا ظهرك انا متاكد ما لغوا هذه الخاصيات او الخواص اللي بالسياره او المواصفات الا لانها مو زينه لسلامه السائق اكيد. لا بالعكس، اذا بغير الاذاعه بريل يا شو اخاف ادوس بريك غير الاذاعه وانا بالاجاره. لا خلاص طايف الاجاره تتعود انت. لا تتعود لو حتى يعني عاملين حساب اللي ظهره يعوره اللي عنده ديسك يطق مثل دقمه يفتر الكشن اللي عند الباب ويطلع سيده يطلع سيده عشان بدل ما يطلع. خلينا نقول الطريقه هذه زين. يمكن تكلمنا عن ان احنا الحين في موسم اعياد والناس كانت متعطشه انها تشوف، وانتم قلتوا ان بتوصلون هذه الرساله التاريخيه الجميله، ودائما احنا قاعدين نلعب على هذه المنطقه، منطقه النوستالجيا، الحنين الى الماضي. يجونكم ناس كبار يسولفون معاكم يقولون لكم اخوي بدر انا كانت عندي هالسياره، ولا الطريجي ترى انا ابوي كان عندنا هالسياره، ولا شيء يجونكم؟ بالفعل انا مره من موقف من المواقف صار معي، شفت مره نزلت من السياره قامت تسوي حركه كذي وتنزل، وصورها بنتها صغيره، فسألتها شنو الحركة هذه؟ فقالت أنا كان عمري 8 سنين أبوي كان عنده نفس السيارة، فنزلت رايح المدرسة زعلانة فسويتها وأنا صغيرة والحين سويتها وأنا كبيرة. ما شاء الله. إيه فهذه النقطة اللي يعني دائما تحصل من المواقف اللي لفتت نظري صراحة. نعم الشغف يتوارث، لأن الواحد اللي يجرب يعني يركب سيارة كلاسيك قديمة ويقعد على الكشن المريح هذا كنا قنفة أكيد ها ويشم ريحة اليلد وكذي. ها أنا موضوع عند أخوي بدر قاعد أدور لي باك أب قديم، خلصنا من هذيك. لا خلص من هذيك، خلصنا من هذيك، قاعد أدور لي باك أب قديم. الموضوع عند أخوي بدر. أنا أتمنى من كل من يتابعنا الحين في صباح الخير الكويت أنه يحضر ويشوف فريق الكويتي للسيارات القديمة، هم وباقي الأفريقيا أكيد اللي عندهم سيارات قديمة، ويستمتع بجمال هذه التحف نحن نقول، لأنه يعتبر إرث وتاريخ من تاريخ الكويت أنه تملك هذه إن هذا النوع من السيارات. بعض السيارات ترى ما في منها بالعالم إلا عندها الفريق ولا هالعالم، شيء ما تشوفونه في أي مكان، وهم قاعد يوصلون لكم إياه للمكان العام اللي يتجمعون فيه. عدل ناصر؟ عدل بالضبط. شنو حاب تقول حق الناس وكل شخص مهتم اليوم بالسيارات القديمة؟ حبيت أقول لهم بالعكس، إذا حاب تقتني هالسيارة القديمة لا تخاف الحين. احنا بنقول حق الجمهور رسالة. حق الجمهور إيه لا تخاف، خلاص تقدر تشتري الحين متوفر قطع غيار. فهذه السيارة راح تتميز أنت باكر فيها. وباكر لو يعني إن شاء الله بإذن واحد عيالك عيال وراح يشوفون عندك السيارة السيارة القديمة راح يفتخرون أن أبونا عنده سيارة قديمة وقط فلوس وجمل هالجمالية هذه بالسيارة. بالعكس يعني أنا أقول لهم توكل على الله ولا تخافون. الله يوفقكم ويرفع قدركم منها إلى الأعلى. نعم كلمة أخيرة عند أخوي بدر بعد أيضا، شنو حاب تقول؟ الله يرحم والديكم. أول شيء حاب أشكركم، هذا شغله. الشغله الثانيه حق الجمهور نفس الشيء ما قال اخوي ناصر، دائما كون مميز في اغتنائك في السيارات او في التحف اللي تمشي على عجل، هذا شيء مميز ان شاء الله. وانتم مميزين في حضوركم، مميزين ايضا ب ب ب نقدر نقول تجميعكم لمثل هذا النوع من السيارات، وترى كل فريق على كثرهم كل فريق غير عن الثاني، لان كل واحد عنده. على فكره انا بس بضيف شغله، يعني انا مون على الشباب، على فكره فريق السيارات القديمه الشباب اخونا بدر العتيبي ولا ناصر الطريجي، حتى اذا انت كنت تمتلك سياره كلاسيك، سياره قديمه، سياره الدراج او غيره وهذه، وكنت متوهق في قطع، تقدر ترفع السماعه عليهم ويساعدونك ويدلونك الطريقه الصحيحه والسكه الصحيحه. نساعدك ما يقصرون، الله حابين المجال قاعد يساعدون الحمد لله. ما يقصرون، وهذه الهقوه بكل شباب الكويت ان اليوم يطلعون كل الناس على هذا التاريخ الجميل من الكويت، يعطونهم معلومات، يسولفون معاكم، يخلكم تصورون، تركموا السياره بعدها اكيد. اكيد حلالهم. ما تقصرون. كل الشكر لضيوفنا الاستاذ ناصر الطريجي رئيس الفريق الكويتي للسيارات القديمه، وايضا الاستاذ بدر العتيبي مدير العلاقات العامه في الفريق الكويتي للسيارات القديمه. نورينا ومشرفينا. نوركم. طبعا شهر فبراير هو دائما احنا نسمي الشهر هذا شهر الكويت، حبينا مشاهدينا نستذكر معاكم دور الكويت الخيري اللي ترسخ بصمتها الانسانيه لانها كويت الخير كويت العز. خلونا نشوف معاكم فقره وطن الانسانيه مع الدكتور عبد المحسن الخرافي الرئيس السابق لاتحاد الجمعيات والمبارات الخيريه بدوله الكويت، خليكم معنا.